محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ورحمة المولى العظيم بهم، إنه جعل ليهم مواسم الخيرات متوالية عشان يتعرضوا لنفحات الله ورحمات الله سبحانه وتعالى التي يصيب بها من يشاء من عباده. فما أن انتهى شهر رمضان المبارك إلا وبدأت أشهر الحج، وفي أشهر الحج فيها أشهر حرم حرمها الله تعالى وعظمها جل جلال الله، وفي تعظيمها تعظيم لحرمات الله تعالى وشعائره. ومن الأمور اللي بتجدد الإيمان في قلب المؤمن تعظيم المؤمنين لشعائر الله، تعظيم المؤمنين لشعائر الله بالبعد عن حرماته ومواطن غضبه. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن كان للآية هنا معنى خاص في السياق اللي هي جت فيه، إلا إن تعظيم ده مفهوم الآية مفهوم عام. الشعيرة هي مظاهر العبادة، وكذلك الشعيرة ممارسة العبادة، زي الأذان شعيرة من شعائر الدين، إقامة الصلاة شعيرة من شعائر الدين، الصلاة شعيرة من شعائر الدين، وبيتسع مفهوم الشعيرة فبيشمل كل ما عظمه الله تعالى من أمور شرعه الشريف، من حيث الفرائض، الواجبات، الأشياء اللي أمرنا أن احنا نقوم بيها، والأشياء كذلك اللي حرم علينا أن احنا نأتيها من المحرمات والممنوعات. فمن فعل ما أمر الله تعالى به من الأوامر الربانية والتزم بيها، عالم عارف إن في الإتيان بالشيء اللي ربنا أمرنا إن إحنا نقوم به ده تحقيق لمرضات الله سبحانه وتعالى وتعظيم لأمر الله، الأمر اللي قالنا ما تقربش من ده، اجتنب هذا، هذا محرم فلا تقترب منه. كذلك الإنسان بيعمل الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره إنه يعملها، وإنه بيبتعد عما نهى الله تعالى عن الأمور اللي نهانا إن إحنا نبتعد عنها، بنبتعد وإحنا عارفين إن في ترك ذلك بعد عن مواطن سخط الله تعالى. اللي يعمل ده بقلب حي فقد عظم ما عظم الله تعالى. ومما عظم الله تعالى وحرم هذه الأشهر الحرم، هذا جملة هذا الزمان الشريف اللي بتقع في أثنائه فريضة من أعظم الفرائض، وهي فريضة الحج. وفيها في هذا الزمان الشريف في أيام هي خير أيام الدنيا، وفيها يوم هو أفضل أيام العام، يوم عرفة، الأيام ليالي العشر، وهاد جملة هذه الأيام والليالي، أيام وليالي شريف. وفي الأيام بتاعة شهر ذي الحجة يوم عرفة، وهو يوم مشهود له بالخير. لما بيتكرر على الأسماع والآذان إنه ده خير يوم طلعت فيه الشمس، وإنه خير الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله مما سواه، ده عشان يحفز الهمم لو كانت تقع في الكسل في سائر الأيام والليالي، فعليها أن تجد وتشمر عن ساعديها لتسعى إلى الاجتهاد في الطاعات والعبادات تعظيما لما عظم الله جل وعلا. والمستفيد من ده إحنا. الأشهر الحرم بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين في خطبة الوداع، وذكر إن في الأشهر الحرم ثلاثة متتالية، يعني ثلاثة بيجوا ورا بعض واحد بيجي لوحده، الثلاثة المتتالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب الذي يكون بين جمادى الآخرة وبين شهر شعبان. ومن تعظيم الأشهر الحرم، من تعظيم المؤمنين والمؤمنات للأشهر الحرم التعرض فيها لنفحاتها